الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول عز من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إننا نعيش على نفحات القرب من شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار. وهذا الشهر لا بد له من استعداد قبلي وتهيئة نفسية خالية من الشوائب، ولا يكون هذا إلا بمحاسبة النفس وتوجيهها لما فيه الصلاح. فالدين الإسلامي حض على محاسبة النفس وحث المسلمين على اتخاذها منهجا في حياتهم. فمحاسبة النفس لا منافع تعود على صاحبها وعلى المجتمع بالخير، فهي تشغل الإنسان بأمره وعيبه عن غيره، فلا يلتفت إلى الناس وعيوبهم. يقول أحد الصالحين: وعينك إن أبدت إليك معائبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. كما أن محاسبة النفس تلزم صاحبها بعدم التعدي على الغير، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه يرى أن لغيره حرمة، فلا يتعدى على عرض ولا على مال ولا على ضعيف، ويتمتع بالأخلاق العالية التي تظهر في تصرف صاحبها، فيكسب احترام الناس وتبجيلهم له، فهي خير وسيلة لتجنب الخطأ والوقوع في المهالك. فالإنسان لا بد عليه من محاسبة نفسه لئلا يستمر في الجهل والغرور بالنفس، وهذه المحاسبة تلزم كل فرد من أفراد المجتمع ليتجنب المغريات التي تجره إلى سوء العاقبة. ولا بد على كل فرد أن يفكر في الأمر قبل الوقوع فيه، والله سبحانه وتعالى حذر عباده من التمادي في الطيش والغرور بالنفس. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. فينبغي للعاقل منا أن يكون له في يومه ساعة يحاسب فيها نفسه كما يحاسب شريكه في شؤون الدنيا. يقول الماوردي رحمه الله: محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله في نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. ومحاسبة النفس لها عدة فوائد جليلة، منها أن من يحاسب نفسه باستمرار يطلع على عيوبها ويدرك تقصيره في حق نفسه، فيندفع لفعل الطاعات وترك الكسل والخمول. ومن فوائدها كذلك أن المحاسب لنفسه يدل على أنه يخاف من الله ويستحضر عظمته وخشيته، ويستعد للقائه بالعمل الصالح النافع والبعد عما يغضبه. كما أن المؤمن تظهر حقيقة أعماله في أفعاله إن كانت صحيحة خالصة لوجه الله. كما أن المحاسب لنفسه يمتثل لأوامر الله ورسوله، ويقيس ويوازن بين نعم الله عليه من عافية وستر وغنى وبين ذنوبه، فحينئذ يظهر التفاوت، فيعلم أن ليس له إلا عفو الله ورحمته. ولله ضر القائل: حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. ومن فوائدها كذلك أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سيحاسبه على كل عمل مهما صغر أو كبر. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن فوائدها كذلك أنها تريح قلب المؤمن يوم القيامة لأنه استعد ولم يغتر، وامتثل لأمر الله تعالى، وجعل الله عليه رقيبا في كل أحواله وأفعاله.
كما أنها تبعد الإنسان عن الغفلة والاستمرار في المعاصي والذنوب، وتعين المؤمن على استدراك ما فات من فضائل وفرائض، وتثمر محبة الله عز وجل بمعرفته واتباع ما جاء به. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا توبة قبل الموت وراحة بعدها، واجعلنا من الفائزين برضاك والجنة. آمين. والحمد لله رب العالمين.